لم يمنعهم طقس الشتاء الماطر من الاحتجاج ضد الأحزاب الحاكمة. هتافاتهم المعترضة ترجمت موقفهم من تشكيل حكومة المكلف محمد توفيق علاوي. طوال الخمسة أشهر الماضية ظل سقف مطالب المحتجين عاليا، مطالب تركزت على تشكيل حكومة انتقالية تعد لانتخابات مبكرة. احنا جايين على مطالبنا، هاي أربعة أشهر احنا ما تحقق إلا شيء بسيط من مطالبنا. كذلك يعني احنا نريد بلد، نريد وطن، نريد مستقبل أولادنا. محمد توفيق علاوي مرفوض دستوريا وشعبيا وثوريا من كل الجهات. محمد توفيق علاوي اتمرر بالقوة. من ساحة التحرير خاطبت رسائل المحتجين صناع القرار السياسي بأن حملات جيوشهم الألكترونية لن تنال من حراكهم. منذ بداية تشرين أول أكتوبر الماضي يطالب المحتجون بالتغيير وليس الإصلاح، إصلاح يبدو أنه بات خيار الأحزاب بمواجهة المحتجين. طارق ماهر العربي من ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد.